نظمت وزارة الصحة ورشة عمل لتحديد الأولويات الصحية لبرنامج الطبيب الزائر، وذلك مع الوفد التايلندي الزائر من كلية الطب بجامعة الأمير سونغ هالا بمملكة تايلاند، بحضور عدد من الأطباء والمسؤولين في مجمع السلمانية الطبي ومستشفى الخدمات الطبية الملكية ومستشفى الملك حمد الجامعي وأعضاء اللجنة العليا للعلاج في الخارج والمجلس الأعلى للصحة، بالإضافة إلى الهيئة الوطنية للخدمات والمهن الصحية. يأتي عقد ورشة العمل بهدف توسيع أطر التعاون بين البلدين في المجالات التعليمية والصحية وتبادل ونقل خبرات في مجال الطب، تنفيذا للتوجيهات السامية والمستمرة من لدن سمو رئيس الوزراء لتوفير أفضل الخدمات الصحية والطبية للمواطنين في البحرين. هذا قدم الوفد التايلندي عرضا تضمن الخدمات المقدمة لديهم، وعبروا عن استعداد الجامعة للتعاون في مختلف المجالات الصحية التي تحتاجها البحرين لدعم القطاع الصحي وتطويره من خبرات وتخصصات دقيقة طبية، إضافة إلى توسيع مجالات التعاون الصحي في مجال الطبيب الزائر بين البلدين الصديقين. وخلال ورشة العمل تم استعراض الخدمات الصحية التي تقدم من قبل المرافق الصحية بمملكة البحرين ونوعية الحالات التي تتطلب تخصصات دقيقة ونادرة مثل زراعة النخاع والكبد وجراحة قلب الأطفال وبعض الحالات المستعصية بتخصصات الجراحة والعظم والأعصاب. وتم خلال ورشة العمل تحديد الأولويات الصحية لبرنامج العلاج بالخارج وتوسيع نطاق برنامج الطبيب الزائر مع الوفد التايلندي وسبل الارتقاء بالخدمات الصحية من خلال تبادل الخبرات. والهدف من هذه الزيارة التواصل مع الهيئات الصحية في مملكة تايلند للاستفادة من خبراتهم في المجال الطبي، وخصوصا في علاج المرضى وتحسين الحالات المرضية للمرضى اللي عندنا في التخصصات النادرة اللي غير موجودة في البحرين. كما أنهم وصلوا البحرين لزيارة مستشفى السلماني والمراكز الصحية للاطلاع على الخدمات الصحية المقدمة في مملكة البحرين، وكذلك معرفة الأطباء بأطباء تايلاند حتى يكون في تواصل معهم لتحسين الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات. تعتبر مملكة البحرين دولة صديقة لمملكة تايلاند، ولذا نسعى لتوطيد العلاقات والتعاون بين البلدين في جميع القطاعات، وأحد أهم القطاعات قطاع الصحة العامة. هذا الاجتماع سوف يوطد العلاقات في مجال قطاع الصحة ويعزز التعاون والتبادل بين البلدين في المجال الطبي. تجمع تايلاند والبحرين علاقة وثيقة منذ أكثر من 40 عاما، ونود تعزيز التعاون لترجمة اتفاقيات الحكومتين إلى واقع عملي يعود بالنفع على الناس. في الاجتماع المشترك الثالث الرفيع المستوى قد حددنا أولوية مجالات التعاون بين البلدين، واتفقنا أن يكون التعاون الصحي من بين هذه المجالات. وتعتبر زيارة وفد تايلاند إلى البحرين خطوة مهمة لتحقيق ذلك.